اليوم تحدي الكبار عبارة عن سلسلة متصلة في بعض. ايوه. ما يجوز انك تخطي، اذا اخطيت تطلع برا. قال بندر هند، ابو شوق يكمل اسم مذكر ولا مؤنث بنهاية اسم هند، يجي مثلا داليا. حلو. اخر واحد يفوز بايفون اخر موديل. وبنشوف من الفوز. لحظة القوارير اللي يطلع تودعونا بالقوارير. يا سلام. صقع واحد خالد الشيبان وراسبيين. اي تونا ما بدينا تونا اصبر. والله القرره يا القرره هذه اللي مثل طول مخلد اللي حطها في راسي. عند غازن هذه كل واحد مجده من ذراع ما حد يغشش. انا ما عندي هرج واجد. تحدي الكبار مكتوب باسمي. هرجنا ما هو بواجد يا ابله. شوف لعبنا اليمن ان شاء الله. الشهراني هذا اللي تكون في الكفن والله لا يطلع بال. اسمع يا غازي، هنا تصفيه حسابات، كل واحد براسه شيء على خويه بالقاروره. يا سلام. اول واحد يطلع خالد الشيبان. ها والله. من تتوقع اول واحد يطلع؟ خالد الشيباني. 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 حرام. خالد الشيباني. والله انه خالد الشيباني. ابو محمد ذكي. انا اتوقع جائزه خالد الشيباني. انا اقول يا ريت يطلع اول واحد عشان لا يتوطف اللي موجودين. خلنا يطلع بس. ان ما فستر عني وراك لا تجيني. ها من هناك. من تتوقع يا خالد اول واحد يطلع؟ طبعا انا، طبعا اجل مين انا مشارك. ليش انا اول واحد يطلع؟ من اول واحد يطلع انا. انا اللي بفوز. طيب ختامه مسك. انا اقول لك اطلع برا من الحين. من تتوقع واحد يطلع؟ هذا الشيباني. جاهز يا علي؟ جاهز. توكل على الله. يلا يلا. انا ابدا. انت غبي. لا 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 لا. يلا يلا يلا. هاني ياسمين. سرعة يا ابن اليمن. نانا. يا رمزي تعال تعال. وش لنا؟ نمر يكسد حليب الحليب اللي بالصيدلية. وش نانا؟ تعال. وش نانا؟ نانا ياسمين. وش اخر ياسمين؟ ياسمين وش اخر كلام ياسمين؟ نانا. وش نانا؟ نواف. هم على نورة. لا لا نفتكر انهم يبغون مؤنث بس. تفتكرهم يقولوا ايش؟ انا افتكر انهم مؤنث ما في مذكر. طيب اطلع برا افتكر. شكل شكل مولوده ما عنده حليب. ابدا يا ابو بنت الديره. جساس. سالم. حلو. محمد. دهدي. من هو دهدي؟ دهدي وين علي؟ برا 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 برا. دهدي وين؟ الله في دهدي. دهدي ومن اكبر تجار المنطقه عندنا ابن دهدي. قسم بالله ابن هادي. ابن هادي والله في دهدي. وش تهدي؟ والله فيه. عشان هذا وش معناها الاسم؟ طيب ما ادري عاد اسال اللي سماه. ايش وراني انا بس هذا اسم تهدي ولا دودة؟ اطلع برا بس. تهدي وروح بس. اطلع برا. برا 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 برا. ده ابو شوق. سوسن. نورة. هديل. لامي. يزن. طيب. نوير. رايد. داليا. أسماء. أحمد. دلال. اطلع برا. لما لما برا 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 واحد تكلم مسرح في المسابقة هذه لأنك أغبى واحد في المسابقة. مبروك يا خالد الشيباني. ما علمتك انا يا غازي. ابدا يا ابو عتيبه. محماس. سالم. ملار. ملال. برا برا برا. يا غازي اللي داري لي بيطلع هذا ما يكمل. خلاص اكبر معجزه انه جلس رابع جوله. المفروض يطلع من اول جوله. المفروض ما يشارك يا غازي ابدا. والله من يوم شفته تقول محرم اني دالي انه يبي يطلع. انا اشوف انه انجاز يا خالد تستاهل ان نحييك عليه. رابع جوله ما قد طلع.
ابي اقول مرام بس ما ربي وفقني. علي رامز زهير رباب. انت معلق على رباب ما عندك الا رباب. بدور خليك على الباب بس لا تغيره. رايد دلال لامي ياسمين مش ياسمين ناصر رامز اطلع برا ابو شهر رامز راح. رامز قال علي في الجوله برا لا كررتها اطلع برا مع السلامه. مع احترامي لاخوك المفروض ما يشارك معنا يا رامز. تعرف ليش؟ هذا تاثير الصفقه اللي صارت اليوم حقت متعب الحربي باقي تاثيرها على ناس الواجد ومنهم هنيه واحد. الله يجعل يرفع الله يلا يا رجيم وما مسابقه يلا ناصر يلا ناصر انا حظي قايم لا والله ما ادري والله. ابدا يا ابو عتيبه. ابدا انا زبن نواف فهد ديما اسمى احمد ادريد داليا داليا ياسر رامي لحظة لحظة داليا اطلع برا خلي ياسر داليا ياسر برا 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 شلون هذا كمل معنا اللعب تقول فلعيان حق سفن ابطال بس مظللينه من اعلام الليل فسجلت الاذكياء طلعوا برا والاغبياء باقي. يا غازي تدري مخلد ماخذ محلي؟ المفروض هذا مكاني انا. والله انه لايف يا ولد والله العظيم هنثبت عقب مخلد راس الطاقيه. يا ولد اليوم نبص النظاره قرمخ. اذا سمعت بدعوه الوالدين تبغى تشوفها هذا الرجل. ماشي بالبركه. ابدا يا سعيد. غازي. زاهر. حرف الياء زاهر يا بلوري. الرجال اسمع اسمع الرجال ارتاح من طريق اذا سمع غازي انجل ضيع الحروف كلها. يوم قال الرجال يما عندي خير انت وانا تبك يا مصر خبرك ما تبطل والله ما المره هذه ما جت زاهر ويش زاهر انت الحسين انت اللي ناكبنا بابها في النصر باقي أربعة أشخاص مخلد وابو عتيبة وابو المها وابو خالد بنشوف من هنا اللي بيفوز غير توقعت كلهم يتوقعوا ايوه بيض الله وجهك يا غازي مخلد من يوم ركب نظارات يقول احس اني دكتور والله العظيم تقول مخه نزل في نظارات من تتوقعون يا عيال ابو عتيبه اسمعني مخلد رجال يحفظ رصايد يحفظ اسئله وما يجيك الا محضر يحفظ شفت الكتب ذيك حقت الاسئله الفوز الفوز اتوقع الفوز ابو عتيبه واول واحد يطلع في الجوله الاولى هذه لا لا انا ادري لا انا اقول اغبى واحد هو اللي بيفوز في اللعبه دي يعني من هو اغبى واحد؟ ما خلد ادري ليش ابو عتيبه بيفوز؟ لانه حافظ القصيد وحافظ 3000 مفرده حافظ كل الاسماء الحمد لله. ابدا يا علي رامي ياسر ياسر والله من اليوم يروح يجي رباب باسل لامي ياسمين نواف فيصل لولوة هو صعبت هاجر صعبت ربيع طيب عامل اوف صعبت لا حد يكرر رندا اسمع من من اسمع اسمع رندا رندا بلها بلها برا 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 كيف برايف لو تم مفروض تعطيه جولة إضافية بس ما يسمع إلا بالجهة اليسار يمين ما يسمع. سعيد أنت اليوم ماكل ماكل حواسة أمك أنا أقولك شيء ما سخط غير هي هي اللي بجت قلبه تدري أنهم يرقدون في المدرسة يقولون هذا غبي ما غير يجي في المدرسة ويرقد قلت ليش ترقد قال لك أضرب في الحواسة أنا أدخل على المدرسة تنح تنح زاوية ضيقة للأسف اغبى واحد في الجروب مقابل اذكى اثنين في الجروب جالس مخلد جالس وانت واقف اشوف
ريال مدريد برشلونة فريق الحارة. أتلتيكو مدريد. ابدا يا ابو عتيبة. يلا بدر. دلال. اول بدر يقول دلال. بدر دلال. اكبر واحد قال دلال هو مليون. يا الخبي انا معلمك انك خبي، قال لك انك خبي. انطبق علي الحرام، انطبق علي اللي يقول لمدح سرق. علي الحرام الفريق الحاره، اللي فريق الحاره صحيح. ايش اسمه اللي لمدح سرق؟ الكلب اللي لمدح سرق عار. يا غاز يا غاز، انا اليوم اكتشفت اني غبي لاني شجعت غبي، ومن اليوم انا طالب وصايح على رايح على الفاضي. تو يكتشف نفسه. هذه خاصين منها، الله يحفظك. من اليوم شجعني، احنا خاصين منها. هذا طال عمرك غبي بلس، وانتهى الغبي الكبير. ايه. من يوم غبي من سكن بنت ربعين. والله ما سكن. ايه. من يوم شجعني برجستيسي هذا وانا غصب. ابشروا بالفوز، ابشروا. احتفلوا من الحين. كفو. هذا ولد نبران، ولد نبران حلو. اجلهم يلا. ابا يمد مش حسك في غازي الرجال الله يروح. اجل. بسم الله. يا غازي يلا اخر مره. اجل. اسمع. يا ابن الناس. الله لا. يسوي يا ابو عتيبة. اشوف المرايه قدام. تدري يا ابو عتيبة ليش بيفوز؟ تذكر مد مشحه من اللعبه. لحظة يا الربع، البداية عند ابو عتيبة. ايوه عتيبة مش خاص. فاطي، ياسر، رامي، ياسمين، نورة، هند، داليا. ابو عتادي برا ابو عتيبة. الرجال يقول داليا. داليا 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 الف الف. اذا كان قال الف لك حق علي، ارجع لك. قال داليا. ارجع لك داليا. داليا. ارجع لك وش اقول له؟ الف مبروك علي خالد.